الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب ادب الطعام، قال: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه، وهذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. هذا الحديث وهذه هذا الباب فيه جواز الشرب من جميع الأواني، كل الأواني يجوز الشرب منها إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وهذه قاعدة، أن الأصل الحل، أن الأصل في الأكل والشرب والأواني الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه. وهذا يدل على توسيعة الشرع، وأن الحلال أكثر من الحرام، وأن الحلال أكثر من الحرام. ومن ذلك الأواني، فإن الأواني الأصل فيها جميعا أنها حلال إلا ما جاء الشرع أنه حرام، وهو الذهب والفضة. فهنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر من الأدلة بما يوافق هذا الباب، فذكر حديث أنس رضي الله عنه عندما حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، يعني قاموا إلى بيوتهم فتوضأوا في بيوتهم، وبقي قوم ليس عندهم ماء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. وهنا الشاهد لهذا الباب أنه أتي بمخضب من حجارة، أي أنه يجوز أن يتوضأ الإنسان بهذه الآنية التي تكون من الحجارة، وهذا الشاهد لهذا الباب. قال: فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، يعني كان صغيرا. قال: فتوضأ القوم كلهم، وكانوا يعني 80 رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيه وجعله مباركا، فهذا المخضب الصغير مع أنه صغير إلا أنه كف هؤلاء الرجال، وكانوا 80 رجلا، وكان الماء ينبع بين أصابعه في هذه الحادثة صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وهنا أيضا فيه جواز الوضوء مما كان لونه أصفر، فما كان من صفر يجوز أن يتوضأ منه ما لم يكن من الذهب. ومن هنا نستفيد هذه الفائدة، أن اللون لا يغير الحكم، أن اللون لا يعطي نفس الحكم، يعني ما كان لونه ذهبيا لا يكون في حكم الذهب، وإنما هذا لون لا يغير لا 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 لا, لا يعطي نفس حكم الأكل والشرب في الذهب. أما المطلي من الذهب وهو الآن ينتشر بين الناس، فالمطلي له حكم الذهب، المطلي من الذهب له حكم الذهب، كما أفتى بذلك علماؤنا المعاصرون، ومنهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وهذا يشمل الآنية التي يشرب فيها والآنية التي تستخدم على الصحيح. فالذهب والفضة جاء النص في التحريم في اتخاذهما آنية، وكذلك في الاستعمال، فإن الاستعمال لا يجوز إلا بما ورد فيه
إلا بما ورد فيه النص، سيأتينا الكلام عليه بإذن الله عز وجل. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، قال له الرسول: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، يعني في قربة، وإلا كرعنا. والمراد بالكرع هو الشرب من الماء من دون يد ومن دون إناء، يعني يشرب بفمه مباشرة، وهذا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: وإلا كرعنا. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. فهذه الأحاديث تبين لنا أن الشرب في آنية الذهب والفضة أو الأكل في آنية الذهب والفضة أنها من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه هذا الوعيد أنه يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة لا في الأكل ولا في الشرب. ولكن هل يجوز أن نتخذ ما هو أغلى مثلا من الذهب والفضة كالألماس ونحو ذلك؟ نعم، لأن هذه الأمور نحن متعبدون لله فيها، لأن الشرب في آنية الذهب والفضة ذكر فيها العلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يعني بعض العلم ذكر يعني حكما وعللا في النهي، منها أنها يعني تؤثر في قلوب الفقراء إلى غير ذلك مما ذكروه، ولكن على كل حال هذه علل واستنباطات. لكن يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فهذا هو الحكم وهذه هي الحكمة، أنها لهم في الدنيا وهي لنا في الآخرة. فإذن لا يجوز أن يشرب في آنية الذهب والفضة. أما ما سواها من الأواني الطاهرة فإنه يشرب منها ويؤكل فيها ولو كانت أغلى من الذهب والفضة، ما لم يكن في ذلك إسراف ومخيلة. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا أن استعمال الذهب لا يجوز أبدا للرجال، لا يجوز أبدا للرجال، وإنما يجوز في الضرورة القصوى. مثال ذلك أن يضع له مثلا أنفا من ذهب كما كان في الزمن الماضي، لم يكن لهم الطب الذي في عصرنا، فحصل لعرفج بن أسعد رضي الله عنه أنه قد قطع أنفه في يم الكلاب، ويوم الكلاب هذه حرب في الجاهلية، فاتخذ له أنفا من فضة فأنتنى هذا الأنف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، يتخذ أنفا من ذهب حتى لا ينتن. فدل هذا على أنه يجوز أن يتخذ في مثل هذه الحالة الذهب للرجال. ولكن في زماننا قد تطور الطب ولله الحمد والمنة، فلم نحتاج إلى مثل هذا الذهب حتى يوضع في محل الأنف. وكذلك الحكم يعني يقاس عليه في الأسنان، ففي الزمن الماضي كانوا لا يستطيعون أن يضعوا مثل هذه الأمور المتطورة في الطب حاليا في مسألة الأسنان، فكانوا يضعون الذهب لأنه لا ينتن وتطول مدته. ولكن في زماننا هذا قد لا نحتاج إلى الذهب، لأن قد وجدت البدائل في الأسنان بما يغني عن استعمال الذهب، فعندها لا يجوز استعمال الذهب، فيستعمل الذهب عند الحاجة الضرورية إليه. أما إذا لم تكن هناك حاجة ملحة أو ضرورة ملجئة فإنه لا يجوز أن يتخذ لا في الأنف ولا في الأسنان ولا في غير ذلك. وأما الفضة فإنه قد ورد في الشرع يعني التسهيل فيها في مواضع، منها اتخاذه خاتما، فإن اتخاذ الخاتم من فضة لا بأس به. أما التزين به فإنه لا يجوز اتخاذه في الأواني إلا في الضبة اليسيرة كما جاء في الحديث. الضبة اليسيرة يعني الشيء اليسير إذا كان في الإناء، إذا انكسر القدح أو
صابه شيء من الشلخ فوضع شيئا من الفضة من أجل أن يعني يتماسك فهذا لا بأس به إذا كان ضبة يسيرة، أما إذا كان كثيرا يعني يغلب على الإناء فإنه لا يجوز. فإذا مسألة الفضة يعني أسهل من الذهب، أسهل من الذهب في مواضع، ولكن لا يقاس على هذا التسهيل بقية الأمور بأن يتخذ في كل الأمور، وإنما يستثنى منه ما استثناه الشرع. فهذا آخر باب ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطعام، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.